جائحة ملمة ألمت بالأرض، أثرت على أكثر من 7.5 مليار شخص يسكن على هذه الأرض. ظرف قاسي قاهر شل الحركة في الأجواء والطرقات، هز الاقتصاد. ورغم هذا المتغير الحالك، إلا أن حكومة والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله أبوا إلا وأن تقام فريضة الحج بتحقيق إحدى مقاصد الشريعة، وهي الحفاظ على الأرواح والأنفس من أي أضرار، وذلك بتقنين أعداد الحجاج وبإجراءات احترازية مكثفة للحفاظ على صحتهم وأرواحهم، إضافة إلى أنهم حافظوا على كل العالم. تستقبل المملكة العربية السعودية سنوياً أكثر من 3 ملايين حاج من كافة أصقاع الأرض، وحكمة حكومة المملكة وحرصها على عدم إعادة انتشار فيروس كورونا مرة أخرى أبقت على إقامة الفريضة بالاستطاعة التي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا. نبدأ حلقتنا الأولى بإذن الله مع ضيفنا اللي راح يرافقنا إن شاء الله في النصف الأول من كل حلقات البرنامج، الدكتور بدر يماني مستشار علاقات الأسرية. حياك الله دكتور. حياك الله سيدي، سعيد بوجودي بينكم. أسأل الله يا رب تكون هذه موسم مبارك. آمين يا رب. وفي السلامة وفي العافية وفي المنافع إن شاء الله. آمين يا رب. السعادة والشرف لنا، الله يعطيك العافية دكتور. وكذلك راح ينضم معنا في هذه الحلقة في أولى حلقات برنامج أيام معلومات الدكتور سالم باعجاجة الكاتب والمحلل الاقتصادي. حياك الله دكتور. حياكم الله، وأنا أشكر قناة الإقراء على استضافتي في هذا اللقاء القيم. الله يعطيكم العافية. إحنا الدكتور بدر ودكتور سالم في كل حلقة رح نأخذ منفعة من منافع الحج من منطلق آية ليشهدوا منافع لهم. هذه الفصل الأول، الفصل الثاني رح يكون حديثنا عن ليشهدوا منافع لهم، واليوم حنبدأ معاكم إن شاء الله عن المنافع الاقتصادية اللي أسسها الحج. بس دكتور بدر أنا أبغى أبدأ معاك في الآية الكريمة. الحق سبحانه وتعالى يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم بعدين ويذكروا اسم الله. لماذا قدم سبحانه وتعالى ذكر المنافع على ذكر اسمه سبحانه وتعالى؟ يا سلام. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في علامة فارقة في هذا الدين دائما موجودة في حيواتنا، في حياة الإنسان. أنت ممكن تعطل بعض الأحيان شرائع وشعائر مقابل سلامة الإنسان، الله، مقابل أن يكون الإنسان بخير. لذلك ربي سبحانه وتعالى لما يقول في الحديث القدسي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. الله سبحانه وتعالى لا ينتظر منا منفعة، الله سبحانه وتعالى يوجهنا دائما للمنفعة المتبادلة بين الإنسان والإنسان. الله. لذلك الله سبحانه وتعالى لما يقدم المنافع على ذكره سبحانه وتعالى إشارة حقيقية إنه في تلك المنافع المتداولة بين الإنسان والإنسان ذكر لله سبحانه وتعالى. الله. أنت ذاكر لربنا على الحقيقة. سيدي وائل، يعني القصة العجيبة اللي هي وجود الإنسان على كوكب الأرض، لماذا يوجد هذا الإنسان على هذا المكان؟ آية في القرآن تختزل كل القصة، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله سلم هذه الأرض طيبة مباركة معافاة للإنسان استخلفه عليها، يبغى يرجعها إن شاء الله تعالى في الآخرة أحسن مما كانت بإذن الله سبحانه وتعالى. جميل. لذلك ربي سبحانه وتعالى دائما يدفع الإنسان دفعا لأن يكون بخير وأن يجعل من حوله بخير. لاحظوا يعني دكتور، يمكن في الإسلام الأركان الخمسة لو كان في خطر على حياتك تعطل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ممكن تقولها وقلبك مطمئن بالإيمان تكفر بها، الإسلام يقبلها منك. الصلاة، في عندك خطر تجمع تقصر تأخر حتى تصلي وأنت يعني نائم تصلي بعض الأحيان بعقلك. صحيح. الزكاة تعطل لو كان الصوم، المريض ما يصوم، المسافر يعطى رخص. الحج، لاحظ أركان الإسلام الخمسة قد تعطل عشان سلامة الإنسان أن يكون بخير. لذلك لا تعجب أن ربي سبحانه وتعالى يقدم في هذه الآية مصلحة الإنسان ونفعه على ذكره سبحانه وتعالى، أنه كله في النهاية ذكر الله سبحانه. الله بكل سأكيد. يعني حقيقة يعني دكتور سالم أتحول ليك بالسؤال، يمكن البعض
ما يتصور إلا المظاهر الدينية في الحج. صحيح. لا يتصور أن هناك قد تكون منافع اقتصادية أو منافع ثقافية أو منافع فنية. ودنا نعرف في ماذا تتمثل هذه المنافع الاقتصادية في موسم الحج، خصوصا مع الحالة الاستثنائية اللي نمر بها في هذه السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة لو أخذنا نظرة في شعيرة من شعيرة الحج بالذات، شعيرة الحج لو نظرناها من نظرة إيجابية من نظرة اقتصادية، حيكون حقيقة إن هناك فعلا في ارتباط قوي. يعني الإسلام نظام شامل ويحقق التوازن بين الفرد سواء من ناحية روحية ومن ناحية مادية، وبالتالي فهذه المنافع التي يحققها طبعا خاصة حققها في الحج تنعكس إيجابا على جميع الأفراد المسلمين الحجاج وعلى المسلمين جميعا. فهذه النظرة الاقتصادية حتكون شاملة على الجميع. لو نظرنا إلى كثير من الجوانب الاقتصادية في الحج، هناك فعلا في دراسة تمت في كلية الاقتصاد والعلوم المالية قريبا، كانت كم ينفق الحاج في تقريبا في الحج. طبعا هذه الدراسة طلعت بنتيجة أنه يكلف الحاج 5,000 ريال. طبعا هذه 5,000 لو حسبناها في 2 مليون حاج أو في 3 مليون حاج، حتطلع تقريبا 10 مليار و15 مليار ريال. طب هذه فترة وجيزة، فترة الحج اللي هي تقريبا شهرين حققوها، هذه عمليات فيها تبادل، تمت تبادل في جميع الأنشطة الاقتصادية، إن كان من شراء مواد غذائية، من مساكن، من وصلات، جميع الأوجه، من اتصالات، فجميع أنشطة الاقتصادية كانت متفاعلة في حركة هذا النقد. نعم. تداول النقد. أنا دكتور حرجع معك على موضوع الجانب الاقتصادي، وحتى كمان راح نذكر كلام بعض الرحالة اللي مروا على 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 مكة ومروا على الحج. بس معايا على الهاتف مداخلة هاتفية من فضيلة الشيخ مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين. حياكم الله يا فضيلة الشيخ. حياكم الله. الله يحييكم. الكرام. الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. أنتم تعلمون خصوصية حج هذا العام في ظل الجائحة العالمية اللي هي فيروس كورونا، وما قامت به حكومة المملكة العربية السعودية مشكورة في إقامة فريضة الحج بإجراءات احترازية مكثفة لحماية من اختصهم الله هذا العام. يعني سبحان الله، هذول ذوات اختصهم الله للحج ببيته العتيق. إذا تكرمتم فضيلتكم كذا نبغى نسمع من حضرتكم كلمة توجهونها لكافة العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حقيقة في هذه الأيام الطيبة، هذه الأيام المباركة، الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، حيث يستعد حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام لأداء مناسك الحج وشعائر الحج بالشعائر المقدسة والطواف ببيت الله العتيق. في هذا العام الحقيقة كان الحج مميزا، بمعنى أن هذه الجائحة العالمية التي اجتاحت العالم، ومن ضمنها بلاد المسلمين، ومن ضمنها أيضا بلاد الحرمين الشريفين التي تتم فيها أداء مناسك الحج، حقيقة ما يجري الآن وربما يدفع للتساؤل أنه كيف يمكن أن يؤدى هذا الحج ضد هذه الظروف. نعم، نحن نقول إن ما قامت به المملكة العربية السعودية مشكورة في هذا العام بكل الاحتياطات وبكل الإجراءات المتفقة تماما مع المحافظة على صحة الإنسان وحياة الإنسان، وهي كما لا يخفى عليكم وعلى كل متابع وعلى كل مستمع أنها من أهم المقاصد التي سعت الشريعة الإسلامية لتحقيقها، فمن أهم مقاصد الشريعة الإسلامية وأغراضها المحافظة كما لا يخفى على حضرتكم المحافظة على الضرورات والضروريات الخمس التي لا تقوم الحياة إلا بها، وهي المحافظة على الدين، سلامة الدين وسلامة النفس وسلامة العقل وسلامة المال واستمرار النسل للبشرية. وبالتالي هذه الأمور التي أخذت بها المملكة العربية السعودية وجمهرة علماء الكرام وجمهرة علماء العالم الإسلامي الذي رأى في هذا العام بالذات وفي ظل هذه الظروف، يعني كان هناك إجراءات مثلا في
أداء فريضة الصلاة، وهي ركن أيضا من أركان الإسلام وفريضة ملزمة لكل مسلم في اليوم والليلة، أداء الفرائض الخمس عدا عن النوافل، كان لها إجراءات أيضا من حيث التباعد، من حيث ارتداء الكمامات والتباعد في الصلاة، وأغلقت المساجد في بعض الفترات حينما كانت هناك الجائحة يعني تجتاح البلاد ويصاب أعداد كثيرة من الناس، ولذلك جاء الحد واندرجت عليه هذه الأحكام الشرعية للضرورات، والضرورة دائما تقدر بقدرها، وجلب المنافع أولى من درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وكذلك لا ضرر ولا ضرار. كل هذه الأحكام والقواعد الشرعية طبقت حقيقة على فريضة الحج، وهي واضحة تماما بالإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية، وجزاهم الله خيرا حيث سهلوا الحج. نعم الأعداد محدودة لأداء هذه الفريضة، ولكن بفضل الله وكرمه ستتم الفريضة بهذه الأعداد القليلة التي تؤدي المناسك، ولا يسجل بحال من الأحوال أن الفريضة عطلت في هذا العام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حجاج بيت الله الحرام لأداء المناسك بكل أمن وأمان، وكذلك الشكر موصول إلى المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا وكل الجهات المسؤولة التي تشرف على أداء هذا النسك الهام وهذه الفريضة العظيمة التي تمثل ركنا من أركان الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حجاج بيتي الحرام لأداء هذه المناسك، وأن يوفق جميع المسلمين في هذا العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عيد العطاء وعيد الفداء، أن يكون عيدا مباركا إن شاء الله على الجميع، وأن نكون مشاركين ولو وجدانيا لحجاج بيت الله الحرام، وهم يقفون في عرفات الله ويطوفون بالبيت العتيق ويزورون المسجد النبوي الشريف ويسلمون على سيد البشر. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام. ولكم التوفيق في كل الأحوال، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات إن شاء الله. آمين. والشكر موصول لكم فضيلة الشيخ محمد أحمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، الله يعطيكم العافية. نرجع لكم دكتور بدر ودكتور سالم. أنا أبغى أجيكم على كلمة أو جملة ذكرت في كتاب في رحلة ابن جبير قبل 900 سنة، ذكر وقال على الحج أنه فما على الأرض سلعة من السلع ولا ذخيرة من الذخائر إلا وهي موجودة في مدة الموسم، يقصد موسم الحج. فهذه بركة لا خفاء بها وآية من آياتها، يقصد مكة المكرمة التي خصها الله بها. نبغى نتكلم عن هذه النقطة اللي كل يعني هناخذ من الدكتور بدر ومن الدكتور سالم، اللي كل العالم زي ما ذكر انه ما في قطعه في الارض الا وتجدها موجوده في مكه، وهذه من المنافع الاقتصاديه. وسبحان الله سادتي، وما في عرقيه او جنسيه الا وهي موجوده في هذا المكان اليوم. الله كمان الله. في احصاء قديم كان لوزاره الحج انه احنا بنتعامل مع 120 جنسية و180 لغة، هذه إحصائية قديمة وهذا جميل. رقم قديم. واحنا ان شاء الله دكتور بدر حنتكلم في حلقات جاية على المنافع الاجتماعية. نعم. فلاحظوا سيدنا، القصة قديمة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. القصة كرامة هذا المكان وتأهيل هذا المكان لقصة سوف تحدث بدأت من بداية قديمة، لما أسكن إبراهيم عليه السلام زوجه هاجر وابنه إسماعيل هذا المكان، وسأل الله سبحانه وتعالى ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند ربنا ليقول فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. أيه. يعني في أساطير بعض الأحيان عندنا يقول إنه مثلاً إنه كانت هي جات قطعة هذه من بلاد الشام اللي هي الطائف، ووضعت في المكان هذا بجوار الكعبة البيت الحرام لتكون تغذي، بل إنه يعني والدتي من الطائف، فنسمع بعض الأحيان كده أخبار أهل الطائف وكلامهم إنه سميت الطائف لأنه سيدنا جبريل لما جاء بها طاف بها سبعاً بالكعبة البيت الحرام ثم وضعت في مكانها. الله سبحانه وتعالى غير طبيعة هذا المكان لاستقبال ما سوف يحدث في القادم، حتى جاء في الحديث ما من نبي إلا وحج البيت. الله. وفي الأثر عندنا أنه مدفون في الصحن حول كعبة البيت الحرام 80 نبي مدفونين في هذا المكان في هذا المكان. وحتى دكتور بدر ودكتور سالم حتى في الآية ذكرت من كل فج عميق، يعني من كل طريق ضيق صغير في الأرض إلا راح يجي إن شاء الله من واحد. كل فج صحيح. والكل يرغب أنه يكون هناك على فكرة. صحيح. أحد الأصدقاء يوم الأيام اتصل علي قال يا أبو نور أنا عندي عاملتين من جنسية شرق آسيوية غير مسلمات،
يشغلوا القناة حقت الكعبة البيت الحرام ويتفرجوا على الحرم ويطلبوا منه يقولوا أرجوك ودينا هذا المكان. فاتصل عليه يقول إيش أسوي؟ قلت يا أخي هي ما هو أفئدة صحيح. الكعبة البيت الحرام ما هو أفئدة وأفئدة أفئدة مفتوحة سواء كانت مؤمنة ولا غير مؤمنة صحيح. لأنه هذا بيت الله على الحقيقة سبحانه. قلت أكيد يعني لو تلاحظوا حتى في الخمس سنوات اللي فاتت كان موسم الحج في فترة الصيف وكل مواسم الحج اللي فاتت كان فيها أمطار يعني في حدث يعكس كل القوانين الكونية أيضا. غير هذا الشيء لو نلاحظ حتى القادمين من الحج يعني دائما لما نسألهم يقول لك عانينا في ممكن ما كان في أي معاناة ولكن حتى من ناحية الأكل حتى من ناحية الإعاشة متوفرة بشكل مهول أصحاب الخير. هذا يدل على إيش يا دكتور؟ إنه هذا المهرجان الكبير هذه القصة العظيمة تدار من السماء قبل الأرض. يا سلام يا سلام قصة علاقة عظيمة ما بين هذا ولذلك استخلاف هذه الأسرة الحاكمة آل سعود الموجودين على هذه الأرض المباركة هو استخلاف إلهي سماوي صحيح. يعني ما نبغى نشطح بعقولنا ولكن تخيل لو كانت أمم أخرى تدير هذا الموسم إيش كان كمل؟ من يرفض دخول أعداد من الحجاج من كل أرض ومكان لضخ أموال في موسم زي هذا في فترة أزمة إلا هذه الحكومة؟ يعني دكتور أنا أشوف الصور القديمة لمكة المكرمة قبل 100 سنة وقبل 140 سنة نقلة نوعية كبيرة جدا في المشاعر المقدسة وحتى في مكة المكرمة. يعني مثلا كتاب الأطلس المصور لمكة والمشاعر المقدسة نقلة عظيمة عظيمة جدا. يعني أنا بس أرجع للدكتور سالم بعد إذنك دكتور، الحج كيف يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية؟ طيب طبعا عادة فترة الحج اللي هي تبتدي تقريبا شوال ذي القعدة ذي الحجة زي ما قلنا هي فترة قصيرة، يبدأ قوافل الحجاج يعني يأتوا للمملكة طبعا سواء طبعا زمان تعرف كانوا بواخر عشان كذا يوصلوا بدري عشان يكون عندهم تمتع لازم يجيبوا عمرة وبعدين يتحللوا من عمرة وهكذا، لكن مع الطيران وهذا مع وسائل الحديثة صاروا يعني يجوا متأخرين شوية في القعدة قبل الحج بأسبوعين بأسبوع فهذا. لكن هناك حركة اقتصادية قوية لو لاحظناها، أول حاجة من ناحية المواد الغذائية، المواد الغذائية سبحان الله نحصل الطلب يزداد عليها ونحصل الموردين من سائر البلدان الأخرى يوردوا كميات كبيرة من المواد الغذائية، وأيضا عندنا الزراعة هنا تكون في سواء زراعة خضار فواكه تكون الطلب عليها كثير خاصة في موسم الحج. في المواد الغذائية تعتبر يعني بتغذي تقريبا زي ما قلت 2 مليون لثلاثة مليون حاج، فاحتاجوا لكميات كبيرة سواء من الخبز من الرز من جميع من الدجاج من البيض، فلازم تتوفر هذه الكميات. طبعا هذه الكميات اللي توفر فيها بمبالغ ونعرف لها قيمة، هذه القيمة استفاد منها التاجر الكبير والتاجر الصغير اللي هو الموزع، واستفاد برضه منها المستهلك اللي ايه. فهنا منافع لعدة جهات يعني عدة أشخاص يتنافسوا. أيضا في عندنا مواد غذائية أو أي خدمات نورد زي الأغنام تتورد من فين؟ تتورد من خارج المملكة معظم الأغنام عندنا، وبالتالي اللي يستفيدوا منها برضو بلدان أخرى صحيح. فالمنافع متبادلة من ناحية اقتصادية سواء من داخل المملكة أو خارجها أو حتى خارجها أيضا. فهناك تبادل كبير ونشاط وحركة رواج كبيرة عند في الفترة فترة الحج رواج، يعني حتى نحصل في الفترة اللي هذا الريال قيمة الريال ترتفع الريال يعني مطلوب الريال لأنه يجوا كثير من الحجاج بعملاتهم ويحاولوا يشتروا الريال السعودي، وبالتالي الطلب يكثر على الريال، عندما يكثر الطلب يرتفع قيمة الريال وهذا يؤدي فعلا إلى إيه إنه القوة القوة الشرعية للريال ترتفع جميل. وينعكس طبعا إيجابا عند الدخل عند وهناك موارد كثيرة طبعا تأتي بعملية في جميع الأنشطة سواء موارد من موارد اقتصادية من ناحية طبعا مواد غذائية أصحاب المواد الغذائية حيكون عندها موارد إيراداتك كبيرة. أيضا السكن لو لاحظنا السكن في الاقتصاد مكة نلاحظ كثير يعني لو يجين الحجاج قصدنا سابقا كانوا يجوا يحجزوا أماكن في مكة
ويبغوا قرب الحرم. أيوه. حصل أهل مكة يقعد هو ساكن في مكان مثلا 5 غرف يروح يقعد في غرفتين ويأجر الباقي لأنه تدخله مبالغ والله فترة الحج العقار في مكة يرتفع ارتفاع كبير وهذه منافع كبيرة تولد إيرادات في العقار كبيرة لأن نسبة الإيجار عندنا من إنفاق الحج من الحاج 40% نسبة العقار الإسكان تمثل من إنفاق الحج 40% في فترة الحج أيوه. 40% هي نسبة إنفاق الحاج على السكنة. جميل. طيب احنا حنرجع نكمل حوارنا معكم هذا الجميل إن شاء الله بس بعد الفاصل. طيب. مشاهدينا فاصل ونعود لكم بإذن الله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.